إفهام عاجل بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء. تعرف على أهم إجابات وزارة الإسكان بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء. أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعين قناتنا الكرام، أتمنى من القدير أن تكونوا في أفضل حال. لو أول مرة تشرفنا في القناة، اشترك في القناة من زر الاشتراك الأحمر وفعل زر التنبيهات ليصلك كل جديد. أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الانتهاء من إصدار كتيب للرد على الاستفسارات بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث يتضمن الكتاب الأسئلة الشائعة وإجابتها حول قانون التصالح وكيفية احتساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على متابعة تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بما يسهم في توضيح أحكامه وكيفية العمل به. وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الإسكان والمرافق أنه قد تمت إتاحة نسخة إلكترونية من الكتاب على الصفحة الرسمية للجنة المشكلة للرد على الاستفسارات والأسئلة. وحول أهم الاستفسارات التي شملها الكتاب، أشارت المهندسة نفيسة هاشم إلى أن لا أتى منها ما هي المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح، وما هي الجهة التي يتم تقديم طلب التصالح إليها، حيث أفاد الكتاب إنه يتم تقديم طلبات التصالح في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، وقد بدأت تلك الفترة اعتبارا من 7/9/2019 حتى 8/1/2020 طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 2019. وكذا تقدم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال للوحدات المحلية جهاز المدينة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة للتنمية الصناعية. وأضافت المهندسة نفيسة هاشم إنه من ضمن التساؤلات المتكررة التي شملها الكتاب التي يقتصر تقديم طلب التصالح على مالك العقار فقط مع تقديم سند الملكية، ما هي المستند المطلوب إرفاقها بطلب التصالح، حيث لم ينص القانون ولائحته التنفيذية على أن يقدم مالك العقار بنفسه أو تقديم سند ملكية مع طلب التصالح، ويمكن لصاحب الشأن مالك اتحاد شاغلين تقديم طلب التصالح على أن يقدم المستند الدال على صفته وفقا للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون، كما يتم إرفاق المستندات التالية بطلب التصالح، وتختلف باختلاف نوع المخالفة، وهي صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبدأ المطلوب للتصالح عليه، والمستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر المستندات الدالة على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة وتاريخ تركيب مرفق من مرافق العقار والكهرباء والمياه والغاز والتليفون والإنترنت ومستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية وعقود البيع الشهيرة المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري وصورة ملتقطة من القمر الصناعي وتقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من أحد كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ونسختين من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدين من مكتب هندسي ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجد وتقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الإنشائية مخصص في تصميم المنشآت الخرسانية
أو المنشآت المعدنية بحسب الأحوال. على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساسياته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات، وصالح للإشغال، ويحتوي على معاينة وفحص المبنى وفقا للنموذج المرفق باللائحة التنفيذية للقانون والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب. وأشارت وكيل أول الوزارة إلى أنه بشأن الاستفسار الوارد بالكتاب، هل يلزم تقديم كافة المستندات المنصوص عليها في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون التي تثبت أن تاريخ المخالفة المطلوب للتصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح؟ فأكدت أنه لا يلزم تقديم جميع المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام القانون، وقد ورثت تلك المستندات على سبيل المثال للحصر ويكتفي بتقديم أحدها فقط، مضيفة إلى أن الاستفسار بشأن المقصود بتغيير الاستخدام الوارد بالمادة الأولى من قانون التصالح، فإن المقصود به تغيير استخدام أحد المباني أو أي من وحداتها لغير الغرض المرخص به قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة، ولا يجوز التصالح في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، ولا يعد تغيير النشاط وفقا للقوانين المنظمة تغييرا للاستخدام. كما إن الكتاب أجاب على تساؤلات بشأن هل يجوز التصالح على مخالفة تجاوز قيود الارتفاع المقررة بالاشتراطات البنائية، حيث يجوز التصالح على مخالفة قيود الارتفاع الصادر بالاشتراطات المؤقتة أو المخططة المعتمدة شرط ألا يتم تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني بالدولة أو متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة. وكما ذكرت وكيلة أول الوزارة إلى أنه من ضمن الاستفسارات الواردة بالكتاب هل يجوز التصالح على المباني المقامة على الأراضي المملوكة للدولة، فإنه يجوز تقديم طلب التصالح على المباني المقامة على الأراضي المملوكة للدولة في حال قيام صاحب الشأن بتقديم طلب لتوثيق أوضاعه وفقا للقانون المنظم لهذا الشأن وطبقا للمادة الأولى من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، على ألا يصدر قرار قبول التصالح على مخالفات البناء إلا بعد تقديم ما يفيد توثيق الأوضاع على الأراضي المملوكة للدولة طبقا للقوانين المنظمة لذلك، وذلك تطبيقا للمادة 89 من اللائحة التنفيذية للقانون. كما أشارت وكيلة أول الوزارة إلى أن الكتاب أجاب على تساؤلات عن هل يتم التصالح على مخالفات البناء على الأراضي خارج الحيز العمراني، حيث لا يجوز التصالح على مخالفات البناء على الأراضي خارج الحيز العمراني طبقا للمادة الأولى من القانون إلا في الحالات الآتية: الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة، والأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام والكتل السكنية المتخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقام على مساحات فقدت مقاومة الزراعة وطبقا للتصوير الجوي بتاريخ 22/7/2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهل يجوز التصالح على مخالفات تغيير استخدام أماكن إيواء السيارات؟ فإنه يجوز التصالح على جميع مخالفات قانون البناء عند الحالات الواردة بالمادة الأولى من قانون التصالح الوارد بالقانون. بصراحة الأسئلة كتيرة قوي والإجابات أكتر، والموضوع ممتاز وأكتر من شيق. أنا مش هقدر أحصر كل الأسئلة في فيديو واحد علشان ما بقاش مدة الفيديو طويل. ده الجزء الأول من الأسئلة، وهعمل كمان جزء تاني وتالت ورابع إن أمكن من الأسئلة. بس أتمنى من حضراتكم إن لو أنتوا عايزيني أكمل باقي الأسئلة الموجودة، ياريت تكتبولي
في كومنت اسفل الفيديو ان انا انزل باقي الاسئله والاجابات بتاعتي. لو مش عايزين خلاص انا هشوف رد فعلكم على الفيديو ده، بناء عليه هنشوف نكمل باقي السلسله دي الاسئله والاجابات بتاعت قانون التصالح في مخالفات البناء ولا لا. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد، وكمان تشير الفيديو هنا امكن. شكرا لكم، الى اللقاء.